الفنانة الجميلة اللي معايا دلوقتي الحقيقة تألقت في 2019 تلفزيونيا وسينمائيا بدرجة كبيرة جدا، هي المتألقة دائما أسماء أبو اليزيد. بقول لك طبعا مليون مبروك على الجائزة النهارده. الله يبارك فيك، متشكرة، شكرا جزيلا. جائزة أفضل فنانة صاعدة على مستوى السينما عن مجمل أعمالك، مش كده؟ مظبوط. طبعا الممر كان من أهم الأفلام اللي قدمتيها في 2019، ودور وطني جميل، رجعنا للأعمال الوطنية الملهمة اللي بتبعث على الوطنية والحماس. تقولي يعني الفيلم ده ودورك فيه؟ الأول أنا مبسوطة جدا أنا شاركت في فيلم الممر، فيلم مشرف. طبعا سعيدة بالمشاركة مع كل أبطال الفيلم، سعيدة بالعمل تحت إشراف أستاذ شريف عرفة والمنتج أستاذ هشام عبد الخالق، وإنه قدمنا فيلم من النوع ده دلوقتي، لأنه ده ما بقاش بيحصل. أنا بحب فرحة قوي ومبسوطة جدا بدور فرحة الحقيقة.